الاسم سلمى الشيمي، مواليد شبرا مصر، وعندها 25 سنة ومعاها مؤهل كلية تمريض، لكن سابت مجال التمريض وبدأت تشتغل في الدعاية والإعلانات. عندها 1080 متابع على اليوتيوب، وعندها 69,000 متابع على الفيسبوك، وعندها 15,700 متابع على الانستجرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة مع محمد سيف الدين. موضوع حلقتنا النهاردة هو سلمى الشيمي اللي سببت غضب لكتير جدا من الناس على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صور اتصورتها في هرم سقارة أو عند هرم زوسر. الكلام ده طبعا كان موجود في الفيوم. سلمى الشيمي خريجة كلية تمريض، لكن سابت مجال التمريض واتجهت للدعاية والإعلانات. قبل ما ندخل في تفاصيل حلقة النهاردة، ما تنساش تدعم الفيديو بلايك وتشترك في القناة لو انت مش مشترك، ولو انت مشترك ما تنساش تفعل الجرس علشان الفيديوهات الجديدة توصلك اول باول، وكالعادة مستني اراء حضراتكم في التعليقات. سلمى الشيمي اللي عملت جلسة تصوير بصحبة المصور بتاعها عند هرم زوسر او هرم سقارة اللي موجود في الفيوم. طبعا الصور دي لما نزلتها سببت غضب كبير جدا للناس على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم هي عندها 1080 متابع على اليوتيوب، وعندها 69,000 متابع على الفيسبوك، وعندها 15,700 متابع على الانستجرام. والله انا ما عارف هو فين مجال الاعلان اللي هو بتعمله، او فين الاعلانات اللي هي بتعملها، واعتقد من الصور اللي هي نزلتها ان هي المنتج اللي عايزة تسوق ليه، عايزة تشهر نفسها. وطبعا الهيئة العامة للآثار قدمت بلاغ وقدمت مذكرة للنيابة علشان يتم القبض على المتهمة دي ويتم التحقيق معاها، لانها طلعت بفستان او لبس جريء جدا وبيحس على الفجر والفسق والفجور. وطبعا دي صورة لسلمى الشيمي اثناء ما كانت بتدرس لسه في كلية تمريض، ودي صورتها حاليا بالصور اللي هي نزلتها وعملت بيها ازعاج للسوشيال ميديا، ودلوقتي طلعت على محرك البحث جوجل، واكبر نسبة بحث دلوقتي الناس بتبحث عنها هي سلمى الشيمي. طب الناس ذنبها ايه ان هي تتفرج على حاجة تشيل منها ذنوب؟ طبعا انا بطالب النائب العام بالتدخل في الموضوع والتحقيق مع المتهمة، لانها كده بتصدر صورة سيئة عن بنات مصر للعالم كله، وخصوصا لما تكون متصورة في اماكن سياحية ومناطق اثرية زي دي. وطبعا الناس اللي عاجبها الموضوع هتتفرج وتسكت وتبقى زي الفل ومية مية، اما الناس اللي مش عاجبها الموضوع فهتطلع تتكلم وتهاجم سلمى الشيمي. سلمى الشيمي تعودت ان هي تلبس ملابس مفتوحة وملابس بتبين اجزاء من جسمها، وده يعتبر فعل فاضح، ده فعل فاضح، وده طبعا اللي بيسبب غضب الناس ان هي تطلع تلاقي واحدة زي دي بتلبس ملابس مستفزة وتحرك غريزة البني ادمين اللي يتفرج عليها او الناس اللي بتتفرج عليها. حاليا الاجهزة الامنية والشرطة بتبحث عن المتهمة دي علشان يتم القبض عليها والتحقيق معاها في الواقعة دي. دي كل التفاصيل عن اللي حصل في هرم زوسر من سلمى الشيمي والمصور بتاعها. كمان ما كانش فيه تصريح للتصوير، وقلبت قدام الهرم عبارة عن فوتوسيشن وقعد عمالها بتصور وبدون اي مشاكل. لحد هنا وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، اتمنى ان يكون الفيديو عجب حضراتكم. طبعا ما تنساش تشير الفيديو وتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو انت مش مشترك، ولو انت مشترك ما تنساش تفعل الجرس علشان الفيديوهات الجديدة توصلك اول باول، وكالعادة مستني اراء حضراتكم في التعليقات. انتظرونا في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.